عليكم، الله يعطيكم العافية. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بإذن الله تعالى آخر محاضرات مادة المد، راح أودعكم إن شاء الله في مادة المد. خلاص هيك خلصنا منها. محاضرة رقم 12 بعنوان الإلكترون ترانسبورت تشين أند أوكسيديتيف فوسفوريليشن. إحنا الآن في هاي المحاضرة إن شاء الله راح ناخذ سلسلة نقل الإلكترون، راح نعمل على الحصاد تبعت العملات اللي حكينا عنها، الناد اتش والفاد اتش 2. هذول كانت عبارة عن مصادر للطاقة بس غير مباشرة، كانوا عبارة عن باتريز، بطاريات مخزنين فيهم الالكترونات اللي فيهم طاقة. احنا الان ايش راح نعمل؟ راح نمسكهم بعملية عن طريق سلسلة نقل الالكترون والاكسيديتيف فوسفوريليشن، بدنا ننتج منهم الطاقة، بدنا نصرف العملة. تمام. طيب في هاي المحاضرة إن شاء الله في ثلاث مواضيع شوي كبيرة المحاضرة. أول واحدة عن الإلكترون ترانسبورت تشين وأكسيديتيف فوسفوريليشن، راح نتعلم كيف بيتم إنتاج الطاقة من هذول الناد اتش والفاد اتش 2. بعدين راح نحكي على نظام الكابلينج، بأنه كيف آلية الربط ما بين إنتاج الـ ATP، وراح يكون في عندنا فاينل أكسبتور للإلكترون. تمام. راح ينتج أكسجين. إحنا في المعادلة تبعت الجلايكوليسيس إيش فوتنا؟ فوتنا ناد بلس، فوتنا الجلوكوز. طب نتفاجأ بالنواتج ايش بنلاقي؟ احنا لقينا CO2، ماشي، هذا شفناها في سيتريك اسيد سايكل. تفاجأنا بال ATP، ماشي، في ATP صافي. تفاجأنا بوجود الناد اتش والفاد اتش 2، اوكي، شفناهم سيتريك اسيد سايكل. لكن الاشي اللي ما رضيت احكي لكم اياه في المحاضرة الماضية بانه لقينا H2O. طب هاي من وين اجت؟ حلو. الان احنا لما نجيب الناد اتش في مرحلة الحصاد ايش بده يصير؟ في مراحل الحصاد احنا بدنا نحطهم، ناخذ البروتون الاتش بلس، وبدنا ناخذ الالكترونات اللي معها طاقه. الان الطاقه تبعت الالكترونات راح نعمل على انتاج الاي تي بي فيها، والبروتون بيستقبلوا الاكسجين، فبصير في عندنا نص او 2 يعني اكسجينه واحده زائد البروتون راح يعملنا اتش 2 او، وراح نكتشف انه الاكسجين هو الفاينل اكسبتور للبروتون، هو عباره عن اخر مستقبل له الالكترون، وراح يصنع الماء ال H2O اللي هي موجوده في معادله الجلايكوليسيس. انه من وين طلع الماء؟ ليش انا لما بعمل عمليه سيلولار ريسبيريشن بطلع عندي H2O في النواتج؟ بسبب هذا الشيء. ما علينا، راح نتفصل فيه ان شاء الله ايش اسمه الكابلينج والانكابلينج. في عندنا بعض المواد او في عندنا اليه معينه بتنتج حراره بدل ما انها تعمل طاقه، لا بتوقف عمل الطاقه. الناد اتش بعطي الالكترونات تبعته بس ما بنستفيد منها بانه نعمل فيها طاقه، ننتج منها حراره، بعدين بنعرف ليش هذا الاشي. واخر اشي اللي هو الشتل ميكانيزم، راح نشوف انه الناد اتش اللي تكونت في الجلايكوليسيس يعني اللي برا الميتوكوندريا، الناد اتش تكونت في الجلايكوليسيس لما الجلوكوز تحول لبايروفيت، والبايروفيت تحول لمين؟ للاسيتيل الكو اي، انتجنا اثنين ناد اتش. هذا الناد اتش وين موجود؟ موجود برا الميتوكوندريا. هذا كنا نفوت للميتوكوندريا راح يعملنا مشكله، فراح نامن نظام مواصلات نسميه شتل ميكانيزم، على اساس نفوت الناد اتش من السيتوسول الى داخل الميتوكوندريا، تروح تنصرف لوين؟ تروح على سلسله نقل الالكترون ويتم اخذ الطاقه منها. الناد اتش اللي بيتم انتاجه في داخل الميتوكوندريا هذا مو مشكله، لكن الناد اتش اللي بيتم انتاجه برا الميتوكوندريا في السيتوسول هذا مشكله، فبنلاقي له طريقه مواصلات. وهيك بكون انتهت مادة المد بإذن الله تعالى. طيب تعال نتعرف شو هو الإلكترون ترانسبورت تشين قبل ما نفوت في أي شيء بعجك. طلعوا يا جماعة، نجيب لكم إياها هون. طيب هذا هو الإلكترون ترانسبورت تشين، هي عبارة عن كومبلكسس. شو يعني كومبلكسس؟ يعني عبارة عن معقدات بروتينية كبيرة، عبارة عن إنزيمات كبيرة، معقد، نسميه كومبلكس، معقدات كبيرة. كم عددهم؟ كومبلكس 1، كومبلكس 2، كومبلكس 3، كومبلكس 4. هذا هو الالكترون ترانسبورت تشين. طب محله وين؟ في الانر ميتوكوندريال ممبرين. تمام. طيب هذا الانر ميتوكوندريال ممبرين عادي ومش عادي بنفس الوقت. عادي بانه هو عبارة عن ليبيد باي لاير، عادي زي ما بنعرف في البيولوجي، زيه زي الممبرين تبع الميتوكوندريا، زي الممبرين تبع السل. لكن اللي مش عادي فيه بانه بيحتوي على سلسله نقل الالكترون. فشو اللي مميز في الانر ممبرين تبع الميتوكوندريا بانه بيحتوي على سلسله نقل الالكترون؟ طب مالك سؤال، شو هدفها؟ يعني احنا ليش وصلنا لهي الخطوه؟ ليش وصلنا لهي السلسله؟ ممتاز. هاي الخطوه يا جماعه، هاي الخطوه هي من ضمن الخطوات النهائيه لعمليه السيلولار ريسبيريشن، لعمليه انتاج الطاقه عن طريق التنفس الخلوي. انا
في السيتريك اسيد سايكل انتجت طاقه صافيه، واحد اي تي بي ولا اثنين اي تي بي باللفتين، بس في انتجت بطاريات ناد اتش وفاد اتش 2، هذولا كيف بدي استخلص الطاقه منهم؟ ففي عندي في سلسله، هسه السلسله راح نشوف الاليه انتاج الطاقه منها. اذا اربع معقدات بروتينيه. طيب شوفي كمان في عندنا اثنين من الالكترون كاريرز، يعني بنقولوا للالكترون من كومبلكس لكومبلكس. طيب اول واحد نسميه الكيو، اول واحد بنسميه كو انزيم كيو، كو انزيم كيو، وثاني واحد بنسميه سايتوكروم سي. اذا انا في عندي 4 سب يونتس واثنين الكترون كاريرز. طيب الكو انزيم كيو طلعوا ايش بنقول؟ بنقول من كو انزيم او من سب يونت او من كومبلكس 1 لكومبلكس 3، اوكي؟ طيب سايتوكروم سي بنقل من كومبلكس 3 لكومبلكس 4، وصلت؟ بنقل الالكترون من هون لهون، بنقل الالكترون من هون لهون، تمام؟ وبرضه نفس الكو انزيم كيو اذا احنا بدنا نستخدمه عادي الكومبلكس 2 بنقدر نستخدمه لمين؟ لنقل ما بين كومبلكس 2 لكومبلكس 3، وصلت؟ اذا هذا هو الالكترون ترانسبورت تشين كتركيب، اربع معقدات واثنين الكترون كاريرز. الان الشيء اللي راح يصير هو كالتالي، بيجي عندنا الناد اتش، هذا الناد اتش بوصل سلسله نقل الالكترون بيحكي الحمد لله، يلا الان بدي انا انزل الامان اللي معي، انزل الالكترونات واتبرع لكم في البروتون اللي هو الاتش بلس. الالكترونات معها طاقه والاتش بلس راح نستفيد منها في انتاج الماء زي ما حكينا. بيجي عندنا الناد اتش بيفرغ حمولته، بعطيها الالكترونات، بعطيها الاتش بلس، بطلع الناد بلس. تمام، الالكترونات فاتت لوين؟ فاتت للكومبلكس 1. هسه الكومبلكس 1 و2 و3 و4 لهم اسماء. هسه الاسماء راح نحكيها ولا مره واحده بس. الكومبلكس 1 اسهل ان نحكيها لكن له هو اسم. طيب الالكترون على الكومبلكس 1، الان الالكترون راح ينتقل لوين؟ للكومبلكس 3 عن طريق الكو انزيم كيو، ما في داعي انه ينقل شو اسمه كومبلكس 2 بعدين ل 3 مباشره، لا عادي، والكومبلكس 2 بيقدر يفرغ حمولته كمان على الكو انزيم كيو. المهم الكو انزيم كيو بنقل الالكترون من كومبلكس 1 لكومبلكس 3، صار الالكترون وين موجود؟ هون. يلا الالكترون بده ينتقل لوين؟ ينتقل عن طريق سايتوكروم سي للكومبلكس 4. الالكترون وين صار؟ للكومبلكس 4. طب مين بده يحتوي الالكترون اخر شيء؟ مين الفاينل اكسبتور؟ اللي هو زي ما حكيت لكم الاكسجين. اذا بيستقبل الفاينل اكسبتور اوف ذا الكترون هو الاكسجين، بيجتمع مع البروتونز الموجوده هون، تمام؟ والاكسجين بيعملوا لي الاتش 2 او اللي هي جزيء الماء الناتج في معادله الجلايكوليسيس. اذا انا بعد عمليه السيلولار ريسبيريشن بشكل نهائي شو بيطلع عندي في النواتج؟ اتش 2 او. مين الفاينل اكسبتور؟ ممكن يجي دائره، الفاينل اكسبتور للالكترون از اكسجين، اكسجين، تمام؟ طيب شو هذا المركب المالك اللي شكل النجاصه اللي موجود هون؟ هذا اي تي بي سينثيز. طيب هاي السلسله كلها هدفها ترمي الالكترون من كومبلكس لكومبلكس. طب هذا الاي تي بي سينثيز، هذا المركب الانزيم شو بيسوي هون؟ هذا هدفه انتاج الطاقه، من هون بيتم انتاج الاي تي بي. طيب شو علاقه هاي بهاي؟ حلو، هذا هو الكابلينج، انه طلع في عندي نقل الكترون من جهه وفي عندي انتاج اي تي بي من جهه، اللي هو شبك مجموعه الفوسفات مع الاي تي بي، وصلت؟ طيب شبك مجموعه الفوسفات مع مشكله الفاينل اكسبتور اللي هو موضوع الاكسجين، هذا بنسميه كابلينج. هي شغله صايره في عندنا موضوعين مش موضوع واحد. طيب مالك بدي اسالك سؤال عشان نفهم بهدوء، شو فائده اني ارمي الالكترون من كومبلكس لكومبلكس؟ خلص بنجيبه من الكومبلكس 1 او من الناد اتش مباشره، هات لي الالكترونات اللي معك يا ناد اتش، هات عالي اكسجين من اول خطوه، ايش بكم الاكسجين وخلص خلصنا، ليش في سلسله؟ ممتاز، لان الالكترون لما يترمى من كومبلكس لكومبلكس بيخسر طاقه، تمام؟ هاي الطاقه اكيد ما راح تروح على الفاضي. الطاقه شو بدنا نستفيد منها؟ نستفيد في انه في عندنا هون انتر ممبرين سبيس، تمام؟ هاي الغشاء الانر ميتوكوندريال ممبرين اللي هو غشاء الميتوكوندريال الداخلي، وفي عندنا الانتر ممبرين سبيس، تمام؟ الان انا في عندي هون بروتونز اتش بلس اتش بلس اتش بلس اتش بلس موجود اصلا في داخل الخليه، تمام؟ موجود في الماتريكس. الان انا في عندي مضخات، هاي المضخات بتعمل على نقل البروتونز عبر الانر ممبرين للميتوكوندريا هيك اكروس عبره، بنقله من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس. طلع. طيب هاي عمليه النقل هاي بدها طاقه. الطاقه من وين بدي اجيبوها؟ الطاقه اللي ناخذها من الالكترون، الطاقه اللي بيفرغها الالكترون بنستفيد من انه نطلع
الاتش بلس من الماتريكس باتجاه الانتر ممبرين سبيس. طب ليش؟ شو الهدف؟ هسه بنشوف. وصلت اول فكره، انه انتقال الالكترون من كومبلكس لكومبلكس بفرغ طاقه. هاي الطاقه بنستفيد من انه نطلع البروتون من الماتريكس للانتر ممبرين سبيس، بنخليه بتراكيز جدا عاليه. طيب هذا التراكيز العاليه سوى جريدينت، سوى تركيز، سوى عامل فرق في الضغط، بيسوي فرق في الجهد. طيب فرق في الجهد هذا بده يتفرغ وبده يصير في نقل من الضغط الاعلى الى الضغط الاقل، من التركيز الاعلى للتركيز الاقل، عن طريق مين؟ عن طريق الاي تي بي سينثيز. تيجي بحكي لك انا دوري، من الاعلى تركيز للاقل تركيز، معناها هذا هو اللي راح يعطيني طاقه، مش انا راح اعطيه طاقه عشان النقل. بينما الاتش بلس حتى نقولها عكس اتجاهها، تمام، عكس الاتجاه تبع من تركيز اقل لتركيز اعلى، صرفت عليها طاقه. فهي طاقة من شكل لشكل، بس عشان أوصل لهذا الإشي للـ ATP synthase، دخول الـ H plus إلى داخل الماتريكس عن طريق الـ ATP synthase هذا رح يعمل لي إنتاج طاقة. تدخل الـ H plus، رح نشوف التفصيل. هذا يا جماعة مجمل الإلكترون ترانسبورت تشين، أنا رح بشرح لكم إياه على الرسمة، لكن في تفاصيل أكثر رح أحكيها لقدام، بس هاي الـ overall view، تمام؟ شو ما فهمتوا منها ممتاز، لكن التفاصيل كمان شوي رح أحكي لكم إياها. هنا في عنا إشي اسمه 0 1، هسا بنشوف بانه بفوت الاتش بلس هون، بتلف هيك لفه، بتعمل زي الغطاي، بتلف لفه هيك، بنتج لي اي تي بي، بتشبك مجموعه فوسفات مع الاي تي بي، بكون لي احلى زي اي تي بي. فهيك استفدنا من عمليه تفريغ الالكترون. طيب واستفدنا ثاني شغله، بانه الفاينل اكسبتور للالكترون كان الاكسجين، فلما اجتمع الاكسجين مع الالكترون مع الاتش بلس الموجوده هون كان ولي جزيء الماء، فانا انتجت ماء وانتجت اي تي بي. هذا بنسميه كابلينج، انه انتجت شغلتين. اوكي تمام، هذا هو الاوفر فيو للالكترون ترانسبورت تشين. شو فهمنا كيف بيتم انتاج الطاقه يا جماعه الخير؟ هذا اوفر فيو، نظره عامه، نظره شامله، ممتاز. تعالوا نشوف التفاصيل اللي راح نلاقيها الان باذن الله سهله. مالتي سب يونت تركب من 4 سب يونت، كومبلكس 1 و 2 و 3 و 4، اثنين الكترون كاريرز، كوانزايم كيو اللي هو ما بين الاول والثالث، وسايتوكروم سي اللي هو ما بين الثالث والرابع. شو الفاينل اكسبتور للالكترون؟ هو عباره عن الاكسجين، ممتاز. ممكن انها تيجي دائره، عادي جدا. اذا الالكترون بيجتمع مع الاو 2، بيجتمع مع البروتونز، تمام، بيعمل لي احلى 2 H2O2، 2 H2O. الان ال 4 H بلس موجوده في السيتوسول، موجوده في الماتريكس بكثره، عادي بنجيبها. الالكترون هو عباره عن نقل، هو عبارة عن الإلكترونات اللي انتقلت عبر الكومبلكسز، عبر مين؟ عبر الإلكترون ترانسبورت تشين، واللي جبناها من الناد H. والأكسجين هو عبارة عن الفاينل أكسبتور، بيكونوا لي الـ H2O، تمام. الإلكترون ترانسبورت البروتونز بيتم ضخها الـ H+، الإلكترون أثناء تحركه بعطي طاقة، هاي الطاقة بتمكننا من أنه ننقل البروتونز من الماتريكس الداخليه للانتر ممبرين سبيس عبر الانر ممبرين اكروس. يعني هاي الانر ممبرين بيتم ضخ البروتون بهذا الاتجاه عبر الانتر ممبرين سبيس، فهيك بيعمل لي بي اتش جريدينت. بي اتش جريدينت يعني بيعمل لي عامل في فرق البي اتش. طيب الان الاكسيديتيف فوسفوريليشن هو العمليه بدها تتعلق في الاي تي بي. اذا عمليه نقل الالكترون من الكومبلكسات هاي بسميها الكترون ترانسبورت تشين. طيب عمليه انتاج الطاقه وفسفرتها في الاي تي بي سينثيز اللي قلنا اللي شفناها هون، شفناها في هذا المركب، هذا بنسميه اوكسيديتيف فوسفوريليشن، تمام. طب من وين جاب عمليه نقل الانتاج الاي تي بي؟ لانه صار في جريدينت في البروتون، صار في الانتر ممبرين سبيس ضغط من البروتونز، لما يجينا نفوته سحبنا منه طاقه. اوكي، هاي عملية إنتاج الطاقة بنسميها Oxidative Phosphorylation، وعملية إنتاج الـ H2O ونقل الإلكترون بنسميها سلسلة نقل الإلكترون Electron Transport Chain. فهي عمليتين مربوطات مع بعضهم البعض، تمام. هيك المعلومات رح تسهل أكثر يا جماعة، كله قراءة قراءة حكي. طب خلص مالك ورجانا إياها على الرسمة، أسهل. الـ Electron Transport Chain in Final Step in ATP Production، هي آخر خطوة من إنتاج الطاقة، كان قبليها Glycolysis، بعدين Citric Acid Cycle، بعدين Electron Transport Chain. اوكي طيب الناد اتش والفاد اتش 2 هي اللي راح تفرغ الحموله تبعتها. تعال احكي لكم معلومه عن الفاد اتش 2 بما انه ما جبنا سيرتها. الفاد اتش 2 في لها حركه، ايش راح تسوي الفاد اتش 2 يا جماعه؟ ما بتروح على كومبلكس 1 ولا وين بتروح؟ بتروح على كومبلكس 2 مباشره. هي فاد اتش 2، ناد اتش بتيجي من كومبلكس 1 عادي، بتصير تنتقل عبر الكومبلكسات.
الفاد اتش 2 بتروح على الكومبلكس 2. هذا الكلام شو مالك له تاثيرات؟ اسمع، فاد اتش 2 ما لحقت العمليه من اولها وصارت تنتقل بشكل كثير، تمام، من كومبلكس لكومبلكس. هذا الكلام ما راح نقدر نحصل من الالكترون طاقه، مش قلنا الالكترون اثناء زته من كومبلكس لكومبلكس ناخذ منه طاقه؟ طيب تمام، الفاد اتش 2 عمليات النقل تبعته والزت تبعت الالكترونات تبعته اقل، وبالتالي الطاقه اللي راح نحصلها من الفاد اتش 2 اقل. اعلل ليش، ليش دائما الناد اتش مثلا هاي 3 اي تي بي والفاد اتش 2 بنطلع منها 2 اي تي بي هسه في عمليه الحساب؟ ليه هذا الكلام؟ لانه الناد اتش اجى من الكومبلكس 1، لحقناه من الكومبلكس 1 والالكترون تبعه زت كثير، بينما فاد اتش 2 اجى من الكومبلكس 2 الالكترون تبعه زت قليل. هاي معلومه حلو نعرفها عن الفاد اتش 2. اوكي، الان النواتج اي تي بي ووتر اتش 2 او ستريك اسيد سايكل وين بتصير؟ في الماتريكس، بينما الالكترون ترانسبورت تشين صارت في الانر ميتوكوندريال ممبرين. طيب مين الايون اللي ساهم معانا في انتاج فرق في الجهد وفرق في الضغط؟ اللي هو الهيدروجين ايونز البروتونز، يعني الاتش بلس، نقلناه من الماتريكس لوين؟ نقلناه عبر الانر ميتوكوندريال ممبرين للانتر ممبرين سبيس، طلعوا تراكيز ما اكثرها في البروتون فشكل ضغط، فعملية رجعته عن طريق الـ ATP synthase استفدنا منها بأنه أنتجنا الطاقة. إذا هاي الـ inner mitochondrial membrane اللي فيه electron transport chain، هاي الـ inter membrane space هاي المنطقة، وهاي الماتريكس الموجود في الداخل. الآن في الداخل عندنا الـ H plus قليلة وبالتالي الـ pH عالية. طيب العملية اللي رح نسويها إيش؟ اللي هو نقل البروتون across the inner membrane inner mitochondrial membrane عبره، نقلناها للانتر ممبرين سبيس وسوى الضغط. اوكي طيب، مايتوكوندريال كومبوننتس، في عندنا الاوتر، في عندنا الانر، في عندنا الانتر ممبرين سبيس، وفي عندنا الماتريكس. الماتريكس هو اللي بصير فيه الستريك اسيد سايكل، الانر مايتوكوندريال ممبرين هو اللي بصير فيه عندنا الاي تي سي الالكترون ترانسبورت تشين، والانتر ممبرين سبيس هو اللي راح يصير فيه ضغط البروتون وبالتالي بيئه حامضيه وبالتالي البي اتش قليله. الكو انزيم كيو والسيتوكروم سي هذول كاريرز للالكترونات، بنقولوا لي اياهم من 3 من 4 كومبلكسات بتضخ البروتونز، كومبلكس 1 و 3 و 4 هذول الكاريرز اللي بيشتغلوا عليهم. حكينا انه كومبلكس 2 ما بتضخ بروتونز، تمام، كومبلكس 1 و 3 و 4 هذول اللي بضخوا البروتونز وبستفيد وبنقلوا ما بيناتهم الكاريرز اللي هو كو انزيم كيو وسيتوكروم سي. نيجي على الاسماء تبعتهم، لانه كومبلكس 1 مسمينها افهم انها هسه بنشوف هاي التفاصيل، ما بدي اذكر لكم اياها الان. اذا السمري، الالكترون ترانسبورت فروم وان كارير تو انذر، وبالتالي بيتم على ضخ البروتون، فبعمل بروتون جريدينت، يعني ضخ او ضغط او فرق جهد في البروتون. فالبروتون جريدينت هذا بيصنع اي تي بي عن طريق الاي تي بي سينثيز. الالكترون ترانسبورت تشين هي كومبلكس 1 كومبلكس 2 كومبلكس 3 كومبلكس 4. النواقل كاريرز تبعت الالكترون هي عباره عن الكوانزيم كيو وهي سيتوكروم سي. طيب الان التسميات راح احكيها لمره واحده. طيب الكومبلكس 1 بنسميه ناد اتش كو اي اوكسيدو ريدكتيز، ناد اتش كو اي اوكسيدو ريدكتيز، ناد اتش لانه هو اللي راح يستقبل الناد اتش، اوكسيدو ريدكتيز بانه هو راح يتم اختزاله بانه ياخذ الالكترون من مين؟ من الناد اتش. اوكسيدو لانه هو راح يكسد الناد اتش، اذا الناد اتش بيتم اكسدته انه فقد الكترون، بينما الكومبلكس نفسه تم اختزاله لانه اخذ الالكترون، وراح يعطيه لمين؟ للكو كيو، كو انزيم كيو، تمام. طيب الكومبلكس 2 بنسميه ساكسينيت كو اي اوكسيدو ريدكتيز لانه بيتم فيه مين؟ للساكسينيت، وانا بشتغل على الناد اتش هون بشتغل على الساكسينيت. كومبلكس 3 بيشتغل على السيتوكروم سي، نسميه كو كيو اتش 2 سيتوكروم سي اوكسيدو ريدكتيز. لان ليش هيك اسمه معقد؟ لانه هو تعامل مع الكو كيو كو انزيم كيو وتعامل مع السيتوكروم سي. اوكي، فالسيتوكروم سي بيتعامل معه من جهه والكو كيو استخدم معه بجهه، عشان هيك الاسم تبعه. الاسم يا جماعه مش للحفظ، لازم تعرفوه كفهم انه الساكسينيت كو اي اوكسيدو ريدكتيز، بدك تعرف لي انه هو كومبلكس 2 مش اي شيء ثاني. الاسم لما بتلاقيه جامع ما بين الكو انزيم كيو وسيتوكروم سي بدك تعرف انه كومبلكس 3. كومبلكس 4 اللي هو السيتوكروم اوكسيديز، سيتوكروم اوكسيديز طلعوا استقبل هو السيتوكروم، تمام، وعمل على الاكسده تبعته، لانه السيتوكروم سي هو حامل للالكترون، فلما ينطلق من الكومبلكس 3 بيتم اختزاله، ولما يوصل للكومبلكس 4 ويفقد الالكترونات اللي حاملها بيتم
أكسدته، فهو سيتوكروم أكسيديز تم أكسدته بأنه فقد الإلكترونات لصالح الكومبلكس 4. هاي هي التسميات تبعتهم. أوكي، الكومبلكس 1 هذا اتش كيو الكوانزيم كيو اوكسيدو ريدكتيز، بيحتوي على شيء اسمه الفلافين مونو نيوكليوتايد وايرون سيلفر كلاسترز. هسه بنفهم شو يعني. كومبلكس 2 هذا الاسم تبعها، الكومبلكس 3 والكومبلكس 4. الان في معلومه حلوه، الان في المركز تبع كل كومبلكس الواحد والواحد واثنين وثلاث عليهم الاف اي اس، يعني الايرون سيلفر كلاسترز، يعني في داخل الكومبلكس في السنتر تبعهم شو بتلاقي العناصر؟ الحديد والسلفر. بينما الكومبلكس كونتين كوبر اللي هو الوحيد، مين الوحيد؟ اللي هو 4. اذا انت لو ترجع بتشوف المركز في الكومبلكس 4 عباره عن نحاس سي يو، بينما الباقي ايش بتلاحظ عندهم؟ اف اي اس اف اي اس اف اي اس. اذا بتلاحظ عندهم الحديد والسلفر موجودين في الكومبلكس تبعاتهم. ففيما لو اجت دائره تحكي انه مين هو المركز الوحيد، مين هو الكومبلكس الوحيد اللي بيحتوي على مركز الكوبر النحاس اللي هو الكومبلكس 4. اوكي، كومبلكس 4 او بنكتبها بهذا الشكل. طيب اوكي، كومبوزيشن هي الالكترون بيجي من الناد اتش عن طريق الكومبلكس 1. حكينا ان الكومبلكس 1 تحتوي على الاف ام ان، هذا موجود في التركيب تبعها، ونوع العناصر اللي بتتعامل معها اللي هو الاف اي اس. بعدين بتنتقل عن طريق الكو كيو كو انزيم كيو لوين؟ للكومبلكس 3. طيب الكومبلكس 3 في عندنا بعض الباثويز، اكثر من باثوي ممكن انها تنتقل للكومبلكس 3، ممكن عن طريق هذا الباثوي، ممكن عن طريق هذا الباثوي، ممكن عن طريق بس اثنين. طيب وبالتالي من الكومبلكس 3 بيطلع على السيتوكروم سي. سيتوكروم سي بيطلع، طلعوا كيف؟ طلع من الانر ممبرين، انر ميتوكوندريال ممبرين، طلع على الانتر ممبرين سبيس. سيتوكروم عمل لك لفه هيك وفات على الكومبلكس 4. كومبلكس 4 وصلت له لمركبات سب يونت صغيره، يعني سيتوكروم اي سيتوكروم اي 3. هاي الالكترونات الفاينل اكسبتور للاكسجين، هاي هي عمليه نقل الالكترون. تعال نتفصل فيهم. في الكومبلكس 1 اخذنا استقبلنا الناد اتش، تبرع في الاثنين الكترون تبعاته لصالح مركب نسميه فلافين مونونيوكليوتايد، مركب موجود في الكومبلكس 1. هذا راح ينقله عن طريق الاف اي اس زي ما شرحنا، انه هو عباره عن العنصر الموجود في الكومبلكس 1، تمام؟ اف اي اس حديد والسلفر، بعدين بيحمله للكو انزيم كيو. هيك خلصنا من الكومبلكس 1. الكومبلكس 2 هو اللي راح يستقبل مين؟ هو راح يستقبل الفاد اتش 2. فالناد اتش خلص على الكومبلكس 1 و 3 و 4. تركنا مهمة الكومبلكس 2 للفاد اتش 2، تمام. الكومبلكس 3 بيستقبل الكو كيو، بقول له تعال كو انزيم كيو، باخذ منه الالكترونين. الان في عنده مسارين، اول مسار انه يسلك عن طريق السيتوكروم، طلع عن طريق الاف اي اس سيتوكروم 1، والمسار الثاني عن طريق سيتوكروم بي ال. طيب ليش في مسارين؟ المسار الاول عشان يكمل، والمسار الثاني انه في عندنا عدد من الالكترونات يا جماعه بتلف وبترجع على الكو كيو، تعمل لفه، هي بنسميها كيو سايكل. اذا طلعوا الكو انزيم كيو، جاب الالكترونات وتبرعهم. هسه في جزء من الالكترونات بتروح على السيتوكروم بي ال، تمام؟ هذا طريق ثاني، فرع ثاني، سيتوكروم بي اتش، وبرجعها للكوانزيم كيو، فهذا بنسميه كيو سايكل. فاذا حدا حكى لكم شو الكيو سايكل، بتحكي له الالكترونات بتوصل الكومبلكس 3 بتلف وبترجع. طيب اللي بتكمل، بتكمل عن طريق القالب اللي احنا بنعرفه الاف اي اس، وعن طريق السيتوكروم سي 1، وعن طريق السيتوكروم، وبالتالي سيتوكروم او الكومبلكس 4. اوكي، فعشان هيك في مسارين، المسار الأول عشان يلف ويرجع، والمسار الثاني عشان يضل مكمل، تمام. كومبلكس 4 بيستقبل لك هالسيتوكروم. طيب السيتوكروم بيستقبلها بنسميه سيتوكروم سي، بعدين بعطيها للسيتوكروم A سيتوكروم A3، وبالتالي الإلكترون بيروح للفاينل أكسبتور اللي هو الأكسجين. الكوانزيم كيو ربنا الله ضل في الإنر ميتوكوندريال ممبرين، ضله ماشي في الإنر ميتوكوندريال ممبرين، ضله جوا مضبوط. بينما السيتوكروم سي طلع لفه على الانر ممبرين سبيس ورد فات. فالسيتوكروم سي لوكيتد ان ذا انتر ممبرين سبيس اوف ذا ميتوكوندريا، في حال سالت على الموقع تبعه، بينما الكو كيو موجود في الانر ميتوكوندريال ممبرين. فاد اتش 2 بروح مباشره على الكومبلكس 2، بعدين 3، بعدين 4. اوكي تمام. نحكي شوي عن مركبات اللي هو الاف اي اس اللي هو الموجود في الكومبلكس 1،
كومبلكس 2 كومبلكس 3. حكينا المركز الموجود في الكومبلكس 4 شو هو؟ نحاس، بينما بقيه الكومبلكسات المركز الموجود فيها عباره عن حديد وسلفر. طيب different types of iron sulfur centers، لان حسب الاعداد تبعتهم طلعوا اذا كان 2 اف اي 2 اس هيك الشكل تبعهم بيكون صغير، بينما ال 4 اف اي 4 اس بيكون عاملين الشبكه بهذا الشكل. تمام. الايرون سلفر كلاسترز موجوده في كومبلكسز 1 و 2 و 3، تختلف الاريجمنت تبعتها حسب عدد الاتومز تبعت الايرون والسلفر، بحيث اذا كانت 2 ب 2 هيك بكون الاريجمنت الترتيب تبعها، اذا كانت 4 ب 4 هيك بتكون الاريجمنت تبعتها. اوكي، الان المركب الكامل اللي هم مسميه فيرو فيريدوكسنز. هسه الفيريدوكسنز هي عباره عن البروتين الكبير، تمام، اللي بتضمن نقل الالكترون. طلعوا مش حكينا انه في عندنا اف اي اس وهو المركز الموجود في داخل الكومبلكسز 1 و 2 و 3، هي الاف اي وهي الاس. الان البروتين كامل المتكامل هذا بنسميه فيريدوكسنز. طيب فيريدوكسنز هو البروتين المتكامل اللي راح يعمل على نقل الالكترون من جهه لجهه، اوكي، هو اللي راح يعمل على نقل سلم البروتين حتى يوصل الالكترون كارير اللي وراه. اذا في داخل الكومبلكس نفسه مين اللي بيساهم في نقل الالكترون؟ بيساهم في نقل الالكترون المركز. الان في كومبلكس 1 و 2 و 3 اللي هو الاف اي سلفر اللي هو البروتين الكامل بنسميه فيريدوكسنز، بينما في الكومبلكس 4 اللي بيساهم في نقل البروتين في داخل الكومبلكس نفسه اللي هو النحاس. اوكي، طيب سايتوكرومز مثل السكسينيت ديهيدروجينيز حابين يعني يحكوا مثال عليه بانه هو بيحتوي على الهيم جروب، والهيم جروب هو اللي بيعطي الميتوكوندريا اللون الاحمر تبعها. الميتوكوندريا لونها احمر يا جماعه. طب لو سالنا على السبب ليه؟ لانه فيها هيم جروب، لان الهيم جروب للامانه هذا هو التركيب تبعه، بتتفصلوا فيه بعدين في سيستمات لاحقه ان شاء الله، لكن هذا هو التركيب تبعه. في شيء اسمه فينايل جروب، هون ميثيل جروب، هون بروباينول جروب. اوكي، ويكون في عندنا مركز من الحديد، ذره الحديد في النص. تعرفوا انه الهيم تحتوي على ذره حديد في الوسط، تكون راكبه من كومبلكسات وعلى الاطراف ثلاث مجموعات، ميثيل جروب، فينايل جروب، وبروباينول جروب. الان كيف بيختلف سايد تشين عن الثاني؟ عن طريق ديبندنج اون ذا هيم. هسه هذا الهيم هو يعني الهيم الموجود في الميتوكوندريا هو اللي معطيها اللون الاحمر تبعها. لو سالك ليش انه ريد كلر، تمام. طيب بريفرال جروبس هي اللي بتحدد نوع الهيم، نشوف اختلف هيم عن الهيم تبعه الثاني عن طريق السايد تشينز الثانيه، عن طريق الفينال جروب او بروباينال جروب. ممكن انها تختلف سايد تشينز واحده عن الثانيه، وبالتالي بيختلف نوع هيم عن الثاني. اذا معلومه سريعه انه شو اللي بعطي الميتوكوندريا اللون تبعها اللي هو الهيم جروب. الاكسيديتيف فوسفوريليشن حكينا عن عمليه سلسله نقل الالكترون لان ننتج طاقه. طيب اثناء حركه الالكترون راح جاب لي الاتش بلس من داخل الماتريكس وطلع لي اياه للانتر ممبرين سبيس، عمل لي جريدينت، عمل لي تركيز، عمل لي فرق في الجهد. طيب هذا الفرق في الجهد حتى نرجعه الى داخل الماتريكس بدنا نستفيد منه، فبنجيب الشيء اسمه الاي تي بي سينثيز. طيب الاي تي بي سينثيز بيستقبل هذا البروتون، وحتى يدخله جوا بروح بشبك الاي دي بي مع مجموعه الفوسفات وبنتج لي اي تي بي، بنسميها عمليه فسفره، فوسفوريليشن، انتاج الطاقه. الاي تي بي سينثيز وين موجود؟ في الانر ممبرين سبيس، لكنه منفصل عن الالكترون ترانسبورت تشين. اربع معقدات هذول لحال، والاي تي بي سينثيز معقد لحاله جنبهم. اوكي، طيب الاوكسيديتيف فوسفوريليشن زي ما حكينا الان هسه اجى موسم الحصاد، بيجمع الاي تي بي مع مجموعه الفوسفات بنتج لي اي تي بي. والاتش 2 او من وين بيجي؟ من الالكترون بانه التحم مع الفاينل اكسبتور اللي هو الاكسجين. هسه الناد اتش تقريبا بتطلع لي اي تي بي 3 صافي طاقه، الفاد اتش بتطلع لي 2 اي تي بي، في مصادر ثانيه بيحكي لك انه 2.5 ب 1.5. تمام، الان انت الارقام بدك يعني تتعامل معها بانه في اختلاف، وفي انه في اكثر في رينج، تمام، ما بين 2.5 ل 3 اي تي بي للناد اتش، وما بين 1.5 ل 2 اي تي بي للفاد اتش 2. تمام، انت تتعامل معها على اساس الموجود في السلايدات، 3 اي تي بي ب 2 اي تي بي. الان يا جماعه لو بدنا نحسب الطاقه الطالعه من حد الجلايكوليسيز لهي اللحظه، شوفوا قبل ما نفوت سيتريك اسيد سايكل حكينا انه البايروفيت، بايروفيت تحول لمين؟ تحول ل 2 اسيتيل كو اي، تمام، وهي العمليه انتجت ناد اتش لكل جزيء بايروفيت.
لا للأمانة، جزيء الجلوكوز الواحد بينتج لي 2 بايروفيت، وبالتالي 2 أسيتيل كو إيه، وبالتالي 2 ناد اتش. في السيتريك أسيد سايكل تم إنتاج باللفة الواحدة 3 ناد اتش، باللفتين 6 ناد اتش، فهيك صافي صار في عنا 10 ناد اتش. أوكي؟ طيب اللفة الواحدة في السيتريك أسيد سايكل أنتجت لي فاد اتش 2، لفتين 2 فاد اتش 2. سيتريك أسيد سايكل في كل لفة أنتجت لي صافي جي تي بي 1 أو أي تي بي 1. باللفتين 2 ATP. اوكي طيب ال10 ناد اتش كل واحده ب3 هي 30، فاد اتش 2 كل واحده ب2 هي 4، و2 ATP 34 36 ATP لكل جزيء جلوكوز واحد تقريبا 36 ATP. خلصنا من شغله الحسابات، سهله جدا. لو قال لي جزيء الجلوكوز الواحد كم طاقة بتطلع، بحسب له 36 تقريبا يا جماعة، إذا في حال حسبنا الناد اتش 3 اي تي بي والفاد اتش 2 2 اي تي بي. لو حكى لي بس الطاقة طالعة من السيتريك اسيد سايكل، بروح بشيل 2 ناد اتش 2 اي تي بي من الناد اتش، يعني الناد بشيلهم 2 ب 3 6، يعني بدنا نقص 6 يعني بعطيني 30 اي تي بي. اوكي، لانه انا جزيئين الناد اتش للامانه جبتهم من برا الستريك اسيد سايكل، فلو قال لي الطاقه الناتجه بس من الستريك اسيد سايكل بتروح بتشيل تنتين ناد اتش، فبصفي في عندك بس لفتين. اوكي تمام هيك مصحصحين. والله ما اظن مصحصحين يا جماعه، يعني ما اكتشفت انه هاي ليش عشرة، يعني حاولت هيك اضيعكم شوي وبالعجقة وبالحسابات وحط لكم 10 ناد اتش، منين اجت العشرة؟ اوكي منين اجت العشرة؟ مش ستة موجود في ستريك اسيد سايكل، واثنين جبناهم من البايروفيت، ستة و ستة زائد اثنين ثمانية، حرام عليكم. اذا انا كاين اضحك عليكم قبل شوي على اساس تتابعوا معي في الشرح. يلا هاي تشوك، هاي صدمة. يلا نرجع نحسب من اول، لو سمحتوا ركزوا معي. يلا عملت فيكم مقلب بانه عملت حسابات غلط بغلط على اساس تركزوا معي. اوكي، لان في محاضره رقم 7 اخذنا مالك في الجلايكوليسيس، لما بتحول لبايروفيت اصلا بنتج طاقه، في عندنا عمليه صرف نصرف عليه، هي عباره عن عمليه استثمار، نصرف عليه 2 اي تي بي ورد لنا اياها لما تحول لبايروفيت ل 4 اي تي بي، فصفى النت يعني المجمل الصافي الربح 2 اي تي بي، واحنا لسه ما فتنا باي شيء. عملية تحويل الجلايكوليسيز لبايروفيت بتعطيني صافي اي تي بي 2. هاي اول شغلة. ثاني شغلة، البايروفيت بده يتحول لاسيتيل كو اي، بعطيني 2 ناد اتش، هاي اول 2. طيب ستريك اسيد سايكل بعطيني 6 ناد اتش باللفتين، وبالتالي هي 8 ناد اتش، 2 فاد اتش 2. طيب في عندنا 2 اي تي بي من هون و2 اي تي بي من الكريبس، هي 4 اي تي بي. لأن نحسبهم 8 ب 3 هي عبارة عن 24، 2 ب 2 هو عبارة عن 4 اي تي بي، و4 هاي 4 صافي اي تي بي، اجمعوهم كم بيطلع معاكم يا جماعة؟ 32 اي تي بي. طيب هاي ال 32 اي تي بي، في ناس بتحكي بتوصل لحد ال 34 اي تي بي، في ناس بتوصل ل 36 اي تي بي، للأمانة الدكتور ما اهتم في الحسابات، أنت بس اهتم قديش طلع ناد اتش، قديش فاد اتش 2، قديش الاي تي بي، كل واحدة والموقع تبعها، ما حدا رح يطالبك بالحسابات للأمانة. طلع معانا 32 اي تي بي من الواقع اللي كان معانا، مزحت معاكم قبل شوي مقلبتكم بانه حكيت لكم 10 ناد اتش وما جبت لكم سيرة ال 2 اي تي بي الناتجة من عملية الجلايكوليسيس، اشوف مين منكم الصح ومين منكم لا. للأسف ما قدرت اني اشوف الرياكشن تبع وجهكم، تمام؟ عملت حالي اني واثق وهيك ويلا اعمل، لا. اوكي؟ هاي هي الحسابات وهي هي عدد المولكيولز اللي طالعة. السمري خلاص، هذا هو السمري اللي حكيت لكم اياه قبل شوي. عن طريق الاي تي بي سينثيز بننتج هاي الكميه من الطاقه، هاي سافه الطاقه وهاي البطاريات. اوكي، الان اللي اكتشف الاي تي بي سينثيز اسمه بيتر دينيس ميتشل، تمام، هذا هو سن حياته واعطوه نوبل برايز على هذا الاكتشاف. ثاني فكره في المحاضره ان شاء الله اللي هو كيمو اوزموتيك كابلينج. طيب الفكرة مش بعيدة عن الاشي اللي اخذناه قبل شوي، اللي هو بس آلية الربط ما بين الاكسجين وما بين الفوسفيت. طيب الالكترون لما بنتقل من كومبلكس لكومبلكس لكومبلكس بيجي فاينل اكسبتور اللي هو الاكسجين، وبالتالي مع البروتون اللي راح يجي من الماتريكس اللي جوا راح يصنعوا H2O،
وبنفس الوقت الالكترون صار يفقد طاقه، هاي الطاقه ادت الى انه الاتش بلس اللي هو البروتون ينضخ الى الخارج الانتر ممبرين سبيس. فالاي تي بي سينثيز استغلت الفرصه على اساس تفوته، صارت تاخذ تذاكر بانه كل اتش بلس بفوت نصنع اي تي بي. فهيك انا عملت عمليه فسفره وبنفس الوقت خليت الاكسجين ياخذ الالكترون فاينل اكسبتور. فانا ربطت الشغلتين، ربطت الالكترون ترانسبورت تشين والالكترون بنتقل اللي فيها بانه اصنع اتش 2 او وبنفس الوقت انتجت طاقه. فهذا مسمي كابلنج، شغلتين قاعدين بصير عندنا، الكترون ترانسبورت تشين وناتج عنه اتش 2 او واوكسيديتيف فوسفوريليشن بنتج عنه اي تي بي. هاي يا جماعه العلاقه مع بعض. اوكي الان ليش جبنا هاي السيره؟ خلص فهمنا انه الكيمو اوزموتيك كابلنج انه في عندنا علاقه ما بين الاي تي بي وما بين انتاج الماء. هاي ال H2O بسبب الكترون ترانسبورت تشين، هاي بسبب اكسيديتيف فوسفوريليشن عن طريق الاي تي بي سينثيز، هاي بنسميه كابلنج. اوكي ماشي ماشي ماشي، الناد اتش راح يتبرع في الالكترون تبعته لكومبلكس 1، الكومبلكس 1 نتيجه للطاقه اللي اكتسبها من الالكترون راح يعمل على ضخ 4 من الاتش بلس، الكومبلكس 3 بس 2 والكومبلكس 4 بس 2، الكومبلكسز اللي بيضخوا البروتون بس 1 و3 و4. طيب 1 بضخ 4 و3 بضخ 2 وال4 بضخ 2 بالنسبه للبروتونز. اوكي طيب الان برضه كمان هون ميكانيزم ماشي شانل. طيب اوكي الان بده يحكي لنا سريعا عن الاي تي بي سينثيز الشغل تبعها. في شيء اسمه الاف 0 يونت والاف 1 يونت. طيب شو يعني اف 0 واف 1؟ الاف 1 بيكون اللي مواجه الاتش بلس وهي الاف 0. طلع علي الان الاف 0 والاف 1، الاف 1 سب يونت كونسيست اوف 5 بولي بيبتايد تشينز، هو عباره عن سب يونت. هي الاف 1 سب يونت بتكون من خمسة من عديد البيبتيد بولي بيبتايد تشينز، الفا وبيتا وجاما ودلتا وابسلون. ماشي هسا الاف 0 الموجوده هون بهاي المنطقه هي اللي راح تسمح بالاتش بلس بانها تعبر الى داخل الماتريكس. الاف 1 هي عباره عن جاي زي القرص هيك تمام بتلف. اول ما الاف 0 تسمح للبروتون بانه يفوت، الاف 1 تعمل على اللفه هاي بتلف هيك زي 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 الغطاي الكبيره بتلف وبتنتج اي تي بي. فالاي تي بي سينثيز عباره عن 2 يونتس، الاف 0 والاف 1. الاف 0 هو اللي بده يفوت الاتش بلس الى الداخل، الاف 1 هو اللي راح يلف زي الغطاي تمام ويصنع لي الاي تي بي. بس هذا هو الاي تي بي سينثيز وهذا هو الكابلنج. اوكي مش اكثر من هيك لازم تعرفوا. هاي تركيز الاتش بلس على اساس نقدر نفوته، فبيجي عندنا الاف 0 اللي هو اليونت هذا الاي تي بي سينثيز. الاف 0 يونت هيها هي اللي بتسمح في الاتش بلس بانها تمر، بروح عندك الاف 1 بلف بيعمل لك لفه بيجمع الاي تي بي مع الفوسفات بصنع لك اي تي بي. بس اوكي الان معلومه سريعه بانه مين راح ينقل الاي تي بي من المحل الصنع تبعه الى داخل السيتوبلازم، يعني احنا موجودين في الماتريكس تبع الميتوكوندريا، مين بده يوصل لي للسيتوبلازم؟ طب سؤال ليش احنا بحاجه الاي تي بي في السيتوبلازم؟ حتى تكمل الجلايكوليسيس، حتى ترجع من اول وجديد، ما تعمل لي حالك مش عارف. الاي تي بي بدها تروح على السيتوسول على اساس تساهم بكمان مره من الجلايكوليسيس. طيب مين اللي راح ينقل لي اياها؟ في شيء اسمه الاي تي بي اي تي بي ترانسلوكيز، هو اللي راح ينقل الاي تي بي من محل الصنع تبعه الاي تي بي سينثيز الى السيتوبلازم. بس اوكي طيب الريت تبع الاكسيديتيف فوسفوريليشن، الآلة تبع اللي بتصنع الـ ATP إلها ريت معينة، إلها سرعة، مين اللي بتحكم فيها؟ حلو تراكيز الـ ATP. إذا تراكيز الـ ATP عالية معناها أنا بحاجة طاقة، معناها الريت تبع الأكسيديتيف فوسفوريليشن بده يكون عالي. كيف هاي؟ طيب يا جماعة لما بيكون في عندي كمية طاقة قليلة تتمثل بأنه يكون الـ ATP قليل. شو يعني ATP قليل؟ يعني طاقة قليلة. شو بفهم؟ انه انا لازم انتج طاقه، فالاكسيديتيف فوسفوريليشن بتكون سريعه، بتكون طياره، بتكون طلقه. بينما لما بيكون الاي تي بي كثير موجود بوفره، الاكسيديتيف فوسفوريليشن بالموت قبل ما ينتج الاي تي بي لوحده. فالفيلوسيتي تبعته والريت تبعت الاكسيديتيف فوسفوريليشن بتعتمد على وجود الاي تي بي. اي تي بي يعني في طاقه قليله، يعني السرعه تبعت الانتاج المفروض انها تكون عاليه، والعكس صحيح. اوكي؟ مين بده ينقل لي الاي تي بي من محل الانتاج تبعه الى السيتوسول عشان الجلايكوليسيس؟ اللي هو الاي تي بي اي دي بي ترانسلوكيز. اوكي طيب رح ناخذ شويه انهبيتورز، لسه الانكابلنج هسه بنيجي نحكي عنها، لكن بدنا ناخذ شويه انهبيتورز. الانهبيتورز في مين؟ انهبيتورز في ريسبيرتي، يعني بشكل عام في سيلولار سبايريشن، وبشكل خاص في الالكترون ترانسبورت تشين. في عندنا بعض المثبطات تعال نتعرف عليها.
اول واحد اللي هو روتينون، روتينون حسب ما تعرف عليه، والانتيمايسين اي، مايكسوثيازول، واليو اتش دي بي تي، هذا هو الاختصار تبعه، مركب كامل. مش مطالبين تحفظوا فيه المركب كامل، لكن اعرفوا الاختصار انه ايش بيسوي. وبالاضافه الى السي ان والان 3 ماينس، والاول اكسيد الكربون اللي هو سي او. هذول شو؟ هذول مثبطات للسيلولار ريسبيريشن في مناطق معينه، وين؟ في داخل سلسله نقل الالكترون تحديدا. انه واحد مثلا بمسك الاف ام ان في كومبلكس 1، واحد بمسك مثلا السايكل تبعت الكيو سايكل، واحد بمسك فيه الكوانزيم كيو، واحد بمسك فيه انتقال للسيتوكروم سي. فكل واحد، كل مثبط بمسك في محل معين في الالكترون ترانسبورت تشين، وهذا بيأثر اكيد على انتاج الطاقه، صح ولا لا؟ يلا، روتينون هو للكومبلكس 1، اعرف لي انه هو مثبط للالكترون ترانسبورت تشين تحديدا الكومبلكس 1. اوكي، طيب المايكسوثيازول هذا هو ريديوس كو اي تو سيتوكروم سي، شو بيعمل؟ بيثبط، يعني بيثبط الانتقال الالكترون من الكو كيو للسيتوكروم سي. اثناء انتقال الالكترون هون بعمل تثبيط، ما في انك تنتقل. الانتي مايسن واليو بي دي تي هذول بيثبطوا الكومبلكس 3. شو الفرق بيناتهم؟ يعني التنين للكومبلكس 3، لكن الانتي مايسن بانه هو بمنع او بيغلق او بيعمل بلوك لانتقال الالكترون من السيتوكروم بي للسيتوكروم سي. هذا ايش هذول السيتوكروم بي وسي؟ موجودين في داخل الكومبلكس. بينما اليو اتش دي بي تي هذا له مسار ثاني، بيعمل تثبيط للترانسفير الكترون ترانسفير رياكشن ان سيتوكروم بي سي 1. اوكي، اذا هذول مجموعه من السيتوكرومات موجود في كومبلكس 3، وهذا برضه سيتوكروم موجود في كومبلكس 3. اللي بيسكر هذا الشيء بنسميه يو اتش بي دي بي تي، اللي بيسكر الانتقال ما بين سيتوكروم بي لسي هذا بنسميه انتي مايسن، لكن الاثنين بيضبطوا الكومبلكس 3. الان بالنسبه للسي ان ماينس والان 3 ماينس والسي او، سي ان ماينس اللي هو سيانيد بيضبط الكومبلكس 4. اوكي، وعباره عن غاز سام بموت، خلاص على الريسبيرتوري سيستم بتحس انك انت نفسك قصر، اختناق، موت. الازايد اللي هو عباره عن الان 3 ماينس، الان 3 ماينس بنسميها ازايد، هذه عباره عن انتي اوكسيدنت، مانع اكسده، موجود في الاطعمه المعلبه، تمام، وممكن انه يؤدي كمان الى تثبيط الكومبلكس زي ما حكينا. هاي الازايد بيثبط الكومبلكس 4. طيب بالنسبه للكربون مونوكسيد اللي هو غاز اول اكسيد الكربون، اللي هو غاز موجود في صبات الكاز والغاز الى اخره، بيحكي لك عشان وانت نايم ما تسكر الباب على حالك، لانه غاز اول اكسيد الكربون احتمال انه يفوت ويثبط لك سلسله نقل الالكترون في الكومبلكس 4. طيب الروتينون حكينا انه هو بيثبط الكومبلكس 1، هو اودرلس يعني بلا رائحه، تمام، هاي الصفات تبعته من المستخدم في انسكتسايدز، مبيدات حشريه يا جماعه الاستخدام تبعه، لكن اذا استنشقته هذا راح ياثر على سلسله نقل الالكترون وانتاج الطاقه. مفروض انه يستخدمه للحشرات، للنباتات، للفيش بويزن، لسموم الاسماك، بس اذا انت استنشقته بكون في مشكله. والامايتال برضه، هذا الامايتال هو عباره عن دواء باربيتيوريت بنعطى للابيليبسي، لمرضى الصرع، اللهم عافينا وعافي احبائنا، حتى يعالج الانسومينيا، الارق، تمام، والتنشن والانشيتي، واحد قلقان، واحد مش عارف ينام، واحد متوتر، فهو كمان لمرضى الصرع بعطوهم هذا الدواء، فممكن انه كمان ياثر على هذا الموضوع. الانكابلينج، شو يعني انكابلينج؟ بانه ما يتم ربط سلسله نقل الالكترون ونقل الالكترون وتكوين ال H2O بالاي تي بي. معناها هاي العمليه راح تفقد شغله، انا كنت اكون شغلتين H2O واي تي بي، لان انا راح افقد الاي تي بي، ما راح اصنع اي تي بي، راح تضل H2O، وبالمقابل بدالها راح اعمل هيت، اولد حراره. اذا ما هو الهدف من الانكابلينج سيستم؟ الانكابلينج يا جماعه في بروتين مسؤول عنه، طب شو الهدف منه؟ انه انتج حراره. طب انا ليش بحاجه اني انتج حراره؟ في بعض الحيوانات بتفوت في سبات شتوي، ما بدها انتاج طاقه قد ما بدها انتاج حراره تدفيها خلال هذا السبات الشتوي، فموجوده في نوع نسيج معين بنسميه براون اديبوز تيشو. براون اديبوز تيشو موجود في الباك، موجود في الابر هاف اوف سباين، موجود باتجاه الشولدرز، هذا بيولد شويه حراره، وين؟ في الانفانتس، في الاطفال. طيب شو هو الموجود في الاديبوز تيشو اصلا؟ اللي هو البروتين اللي هو بنسميه يو سي بي 1. يو سي بي 1 هذا بنسميه الانكابلينج بروتين 1، هذا نوع من البروتين موجود عادي، هي طبيعي. كيف موجود في عندك ال اي تي بي سينثيز؟ كمان موجود في عندك الانكابلينج بروتين، موجود بس من مناطق معينه في الاديبوز تيشو، براون اديبوز تيشو.
فالانكابلنج بروتين يو سي بي 1 اوكي، او كمان ثيرموجينين ممكن كمان عادي، هذول مستخدمهم لانتاج الطاقه، هذول هدفهم انتاج الحراره بدل ما اني انتج اي تي بي اوكي. الان الانكابلنج بروتين 1 forms a pathway from flow of protons from cytosol to the matrix in طيب تمام، يعني هو البروتون بده يرجعهم، لكن بدل ما استفيد منه في انتاج الطاقه بستفيد منه بانتاج الحراره. هاي هي الفكره، هاي في عندنا تركيز بروتون ما راحت هون، وين راحت؟ على الانكابلنج بروتين اوكي. فالزوج صار H2O هيت، في الكابلنج صار كان H2O ATP. ان شاء الله انها تكون وصلت. فايش بستفيد منها؟ الهدف منها انتاج الحراره بدون ما اصنع ATP. في عندنا بعض الادويه تعمل على هذا الشيء، يعني بتحفز الانكابلنج بروتين تمام، بتحفز اليو سي بي 1 وما بتنتج طاقه كثير، فبيستخدموها للتنحيف يا جماعه. Mostly over the interest under okay weight loss. دائما يعني في بعض الادويه بتنتشر هاي الاليه تبعتها بانه ما بنتج طاقه كثير، فبصرف الطاقه اللي في الجسم الشخص فبنحف تمام، فممكن انه يستخدموها في التنحيف، فاللي هي مسميها rapid loss of weight، بنقص وزن بشكل كثير سريع. مثال عليه الدواء دي ان بي. دي ان بي هو عباره عن نوع دواء بيشتغل على نظام الكيميكال انكابلر. فمن يوم ورايح اذا واحد سالك شو يعني انكابلنج، انا قلت لك H2O وهيت سلسله نقل الالكترون، بس ما انا سمحت للاي تي بي سنتين، ما عملت اوكسيديتيف فوسفوريليشن، استبدلته في مين؟ استبدلته بانه اصنع هيت طاقه، انه لما يتم ضخ البروتون الى الداخل بواسطه اليو سي بي 1 راح تصير عمليه اجراءات هون وبيتم انتاج طاقه. انتم ما لكم كيف بيتم انتاج طاقه، المهم بيتم انتاج حراره مش طاقه اوكي. اخر موضوع على خير ان شاء الله اللي هو الشتل ميكانيزم. طب ليش في شتل ميكانيزم؟ شتل ميكانيزم بدي اشبه لكم اياه بنظام المواصلات تمام، هو مواصله. الناد اتش عامل لي مشكله. شو يعني عامل لي مشكله؟ طيب الان في عندي عمليه الجلايكوليسيس لبايروفيت، البايروفيت لاسيتيل كو اي اوكي. هسه عمليه تحويل البايروفيت لاسيتيل كو اي بنتج عندي ناد اتش، وين؟ في السيتوسول. الان للامانه الناد اتش في السيتوسول ما بقدر استفيد منها، المخول الوحيد بانه يستفيد من البطاريات الناد اتش والفاد اتش 2 هو سلسله نقل الالكترون. سلسله نقل الالكترون موجوده في الجدار الداخلي تبع الميتوكوندريا. كيف بدنا الناد اتش ما بتفوت، ناد اتش من السيتوسول للميتوكوندريا ما بتفوت، فعمل لي ازمه. فعملت له نظام مواصلات كامل مكمل يا جماعه، نظام كامل شط الميكانيزم هذا بس عشان يحل مشكله الناد اتش، بانه الطاقه اللي بيتم انتاجها من الناد اتش الموجود في السيتوسول جلايكوليسيس هي بتكون عباره عن ايش، واحد او اثنين ناد اتش بس، مقابل انه ستة في السيتريك اسيد سايكل. فالناد اتش الموجوده في ميتوكوندريا مرتاحه، بحكي لك انا طلعت من سيتريك اسيد سايكل ستة ناد اتش يلا على سلسله نقل الالكترون، بينما الناد اتش اللي تم انتاجها من الجلايكوليسيس هاي بدها مشكله، بدها نظام مواصلات لحالها يفوتها من السيتوسول للميتوكوندريا. ففي عندي نظامين حسب المكان، لان اذا كانت الناد اتش بدنا نفوتها من سيتوسول للميتوكوندريا خلايا سكيليتال مسل العضلات الهيكليه، النظام بيكون جليسرول فوسفيت شتل، جليسرول فوسفيت شتل. بينما اذا كانت نقل الناد اتش من سيتوسول للميتوكوندريا في داخل الكدني او الليفر او الهارت بتكون للماليت اسبرتيت شتل. طبعا التنتين مختلفات كليا، اذا حسب ايش النظام المواصلات؟ حسب الخلايا اللي انا موجود فيها في السكيليتال مسل. تعال افهمكم شو اللي بيصير. الناد اتش مسكين موجود في السيتوسول منفوت للميتوكوندريا على اساس يدبر حاله ويروح وين؟ على سلسله نقل الالكترون. طيب الناد اتش بروح على مركب داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، ما تقولوا لي ما مش سامعين فيه، سامعين فيه بلاوي، موجود في الجلايكوليسيس. بحكي لهم ان شاء الله خد هالامانه هالاثنين الكترون عندك وانا بدي ارجع ناد بلس، ما بقدر افوت. ليش ما بقدر يفوت الناد اتش؟ لانه اذا فات وفقد الالكترونات تبعته، طب ما انا بدي ناد بلس يفيدوني كمان مره في عمليه الجلايكوليسيس. استهلكت كثير انا ناد اتش في الناد بلس في الجلايكوليسيس وحولتهم لناد اتش، فانا اذا بدي اضل افوت افوت افوت، طب وين الناد بلس؟ وين المواد الخام؟ فلازم تضل برا. فبتامنها على الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. طبعا احنا بنعرف انه الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت بامكانها تحول لجليسرول فوسفيت تمام، جليسرول فوسفيت اوكي، عن طريق انزيم نسميه جليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز. جليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز اوكي. ليش صار هيك؟ لانه الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت كان قاعد بامان الله، راحت الناد اتش بدها تتاكسد وبدها تفسفر وبدها تعطي
الهيدروجين الامين للداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. اوكي طيب، عملية الإعطاء هاي كانت باستخدام إنزيم جليسرول فوسفيت ديهيدروجينيز والمركب الناتج من الإلكترونات المكتسبة، والداي هيدروكسي أسيتون فوسفيت جليسر جليسر شو اسمه جليسرول فوسفيت. كمان مرة ناد اتش مش عارف يفوت من السيتوسول للميتوكوندريا، وإحنا الآن في السكيلت المسل، معناته جليسر معناته نظام جليسرول فوسفيت شتل، نظام مواصلات. بيجي عندنا ناد اتش تبرع بالالكترونين لدى هيدروكسي اسيتون فوسفيت، بيحكي له امان عليك انك تامن اهل الالكترونين توصلهم الى داخل الميتوكوندريا، بقول له حاضر. بيجي انزيم بيساعدهم بسميه جليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز، دي هيدروجينيز يعني عمليه انتزاع الهيدروجين والجليسرول لان انا صنعت جليسرول. اوكي الان بفوت عليهم، بفوت على شو اسمه، باخذ الالكترونين بتحول لجليسرول فوسفيت. ليش اسمه سايتوسوليك؟ لانه في السايتوسول هاي العمليه. ليش اسمه ميتوكوندريا؟ لانه في الميتوكوندريا. نفس الانزيم هون وهون، جليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز. هسه رح نشوف العمليه العكسيه يا جماعه، هاي سايكل يعني لازم ترجع المركبات زي ما هي، لان الجليسرول فوسفيت بقول لك عند الموضوع انا بقدر افوت الميتوكوندريا بدبر حالي، بفوت الميتوكوندريا خلص تمام صرنا جوا الميتوكوندريا، يلا ارجع اعطس لي الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. نفس العمليه العكسيه، بدل ما انا اعمل هيك بروح انا بعمل عكسي، الجليسرول فوسفيت بحول لداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت في نفس الانزيم، لكن هون سايتوسوليك هون ميتوكوندريا، جليسرول فوسفيت دي هيدروجينيز. صنع لي داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت. طيب تمام، داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت شو بروح بسوي؟ بروح على البطارية الفاد. للأسف للأسف انه ما بروح على بطارية الناد، هون اخذ من ناد هون برجع لفاد، فهو نصاب. فبروح على الفاد بعطيها كون فاد اتش 2، احنا بنعرف انه الفاد اتش 2 كمية الطاقة من 1.5 ل 2 اي تي بي قليلة. طيب الفاد اتش 2 وين بروح؟ على كومبلكس 2، فبروح على سلسلة نقل الالكترون لانه صار جوا الميتوكوندريا. هذا هو الجليسرول فوسفيت شاتل، وين بتصير في السكيليتال ماسلز. تمام، فايش الدرس المستفاد منها؟ بانه الجليسرول فوسفيت شاتل بده ينقل الناد اتش من السيتوسول والطاقه تبعتها الى داخل الميتوكوندريا، لكن هيك راح يصير في تمييز بانه الناد اتش الموجوده في داخل الميتوكوندريا اللي تم انتاجها من السيتريك اسيد سايكل راح تعطي طاقه اكبر، راح تعطي 3 ATP. ليه طيب 3 ATP؟ لأنه راحت مباشرة على الناد. طيب الناد مباشرة تم تفريغه، هنا الناد أعطى فاد هون. فالناد اتش اللي من السيتوسول، ليش أمرات بحكي لكم رينج؟ لأنه طلع يعني أعطى البطارية تبعت الفاد، فما استفدنا. فالناد اتش اللي جاي من السيتوسول في السكيليت المسل بتعطيني طاقة أقل، يعني 1.5 أو 2 ATP. فهمتوا ليش؟ فقارن ما بين ناد اتش الموجود في السيتوسول والناد اتش الموجود في الميتوكوندريا بالنسبه لخلايا السكيليتال المسل، راح تلاقي انه كميه الطاقه اقل. هاي هي جماعه الشتل الاولى. الشتل الثانيه في الكدني والليفر والهارت، راح ندخل تفاعل نسميه ترانز امينيشن رياكشن. ترانز امينيشن رياكشن ببساطه، ترانز امينيشن، ترانز يعني نقل، امينيشن يعني امينو جروب، امينو جروب. اذا انا راح اجيب مركب مركب ثاني، انقل الامينو جروب من مركب لمركب، فهذا بنسميه ترانز امينيشن رياكشن. اوكي تمام، تعال نشوف الاليه. هاي الناد اتش المسكين مش عارف يفوت لخلايا موجود في الكدني او الليفر او كذا، مش عارف يفوت الميتوكوندريا، شو العمل؟ طيب ناد اتش هالمره بتتبرع لمين؟ بتتبرع لمركب احنا عارفينه منيح، ما بتروح على الداي هيدروكسي اسيتون فوسفيت زي اللي قبليها، بتروح على الاوكسالو اسيتيت. اوكسالو اسيتيت بتعطيها الالكترون، بتحكي لها امانه عليك انك تقبلي هالالكترونين، بتحكي لها ماشي، فما بتتحمل ان تضل زي ما هي، بتتحول لمركب الماليت. طيب عمليه تحويل اوكسالو اسيتيت واستقباله للالكترون وتحول لماليت بنسميه ماليت دي هيدروجينيز، بس لانه في السيتوسول بنسميه سيتوسوليك. تمام، الماليت الان بامكانه انه يفوت، ممتاز يلا مالك رجع الماليت للاوكسالو اسيتيت. تمام، برجع الماليت للاوكسالو اسيتيت لانه سايكل لازم ترجع الوضع زي ما هو. طيب الاوكسالو اسيتيت الان يلا بدنا الالكترونين اللي معك اعطسهم يا اوكسالو اسيتيت، انت اخذتهم من ناد اتش، يلا اعطيني اياهم. طيب لمين بده يعطيهم؟ طيب هنا ما في ناد اتش صافيه انه ياخذهم، الان ممكن انه يعطيك الناد اتش لكن الاوكسالو اسيتيت ما بامكانه انه يطلع. فهمتوا وين المشكله؟ الاوكسالو اسيتيت تحول لماليت، من ماليت فات، من ماليت الاوكسالو اسيتيت وخلص، اخرج الالكترونين واعطى الناد اتش، مش فاد، اعطى الناد اتش، يعني طاقه من 2.5 ل 3 اي تي بي، ممتاز. يلا مالك الاوكسالو اسيتيت بده يطلع. طب يا مالك رجع للماليت، شو بتستنى؟ بالله جد. طب ما هو الماليت للاوكسالو اسيتيت هي العمليه فيها ناد اتش، فانا ما بقدر اعمل له هيك، انا شو استفدت من العمليه؟ انا ما بقدر ارجع رجوع. فبروح بجيب مركب ثاني بسميه اسبرتيت.
اسبرتيت. اذا الاوكسالو اسيتيت بده يتحول للاسبرتيت عن طريق ترانز امينيشن رياكشن، اللي هو اخذ مجموعه امينو جروب من مركب واعطاها للاوكسالو اسيتيت فبتتحول للاسبرتيت. طيب مالك مين المركب اللي راح نشلحه امينو جروب؟ هاي مركب بنسميه جلوتامين. تعالوا نشوف التفاعل. هاي الاوكسالو اسيتيت، الاوكسالو اسيتيت معلق جوا الميتوكوندريا، ما تحكي لي رجعه للماليت، لانه اذا بدي ارجعه للماليت بدي اخذ الالكترونين من الناد اتش. طب ما انا ما صدقت مثلا الناد اتش الالكترونين صاروا جوا، كيف ارجعه للماليت والماليت اطلعه؟ اذا بدي طريق ثاني. فالاوكسالو اسيتيت بنعمل تفاعل ترانز امينيشن رياكشن، احفظوا هذا التفاعل رح يمر معاكم بلاوي لقدام في الست سبع محاضرات الجاي في الفاينل كثير رح يمر. اوكسالو اسيتيت ترانز امينيشن رياكشن، بنروح على المركب بنسميه جلوتاميت، بنقول له تعال تعال نستعير منك شو؟ نستعير منك امينو جروب، صدقا لا ارجع لك اياها بس اعطيني اياها. بعطي الامينو جروب للجلوتاميت، بعد ما يعطي الامينو جروب للاوكسالو اسيتيت بتحول للاسبارتيت. لا الاسبارتيت بيقدر يطلع عادي من الميتوكوندريا. الجلوتاميت نتيجة انه فقد الامينو جروب تحول للالفا كيتو جلوتاريت، ما هو اكيد يعني بما انه اتاخذ منه شغلة رح يتحول. الجلوتاميت اتاخذ منه امينو جروب رح يتحول للالفا كيتو جلوتاريت. الاوكسالو اسيتيت اخذ امينو جروب رح يتحول للاسبارتيت. فهي العملية بنسميها امينو ترانسفيريز، يعني نقل مجموعة امين من مركب لمركب. المهم بعد ما صنع الاسبارتيت قدر انه يطلع بسلام الحمد لله، لكن هيك ما انتهت. دائما زي ما حكيت لكم سايكل، يعني المركب اللي بديت فيه لازم تنهي فيه. نفس التفاعل بس بعكسه، من اوكسالو اسيتيت لاسبرتيت، لاسبرتيت لاوكسالو اسيتيت. ليش هاي اللفه؟ يعني ليش ما الاوكسالو اسيتيت نفسه اللي يطلع ما بيقدر يطلع؟ الاوكسالو اسيتيت نفسه ما بيقدر انه يطلع، فبروح لاسبرتيت طلع، اسبرتيت لاوكسالو اسيتيت ونفس التفاعل. فالاسبرتيت برجع لامينو جروب للالفا كيتو جلوتاريت برجع للجلوتاميت، والاسبرتيت تحول لاوكسالو اسيتيت، فبصير عكس هذا التفاعل تماما. بدل ما هو التفاعل ماشي هيك، التفاعل بصير ماشي زي هيك. الاسبرتيت برجع الامينو جروب للالفا كيتو جلوتاريت، بالاسبرتيت برجع لاوكسالو اسيتيت، والالفا كيتو جلوتاريت برجع لجلوتاميت. هذا هو الماليت اسبرتيت شتل. وين هاي العمليه بتصير؟ في الكدني، في الليفر، في الهارت. اوكي، وهذا ملخص للي حكيناه. تمام يا جماعه الخير، اوكسالو اسيتيت تحول لاسبرتيت. فالشتل ميكانيزم اختلفت الطاقه صح؟ فانا لما بستخدم ماليت اسبرتيت شتل ثلاثة مولكيولز من الـ ATP لكل واحدة. ليش؟ لأنه أخذنا من الناد اتش أعطينا لناد اتش، بينما الجليسرول فوسفيت شتل أخذنا من ناد اتش أعطينا فاد اتش 2، فكمية الطاقة اللي بيتم إنتاجها أقل. هيك يا جماعة الخير على خير إن شاء الله، خلصنا المحاضرة، خلصنا مادة الميد، أي سؤال إحنا متوفرين. أتمنى من الله أن نكون أدينا الرسالة اللي بدنا في هاي المحاضرات. الله يعطيكم ألف عافية يا رب.